عندنا مشاكل بسيطه، تقول بسيطه ساخي من هاد السينك تشوف كما كتشوف القوى اللي صرا كيشبهم كتحشوا النقطه الشا كيطرطقوا كيعاودوا مع الناس وكذا وهادي عينا كندفعوا وشني كيقولوا سينك تشوف دابا لا الشا لا والو شني واقع عينا كنعيطوا ليهم والحمد لله والزنقه سينك تشوف كامله مكسره وكل 15 يوم كيترتقى القادوس هذا عينا كنعيطوا لهم باش يجيو يعدلوا هذا مره كيجيو يعدلوا او كيرجع نفس المشكل كرانا شي يصلحوه. المهم الناس اللي في البلديه قايمين بالمهمه ديالهم ماشي مره كينساونا فهمتي. من ناحيه الاناره الضوء عندنا قليل في الحومه باللي خصك تجي تصور باللي تشوف الاناره كيفاش عامله ناقصه بزاف وكنطلبوا المسؤولين يشوفوا فينا بعد الساعه سنين هنايا وصافي يصلحوا لنا الحومه حيت الزنقه حيت الثانيه الزنقه 13 هذه هي اول حومه في برشيفه كامله سيدي كتشوف برشيفه تبارك الله دابا راه مليون دباشه ساكن فيها ومن هنا بدات برشيفه مع الساكنات دابا كنطلبوا منهم شي اعمال بسيطه يعدلوا لنا في هذه الحومه دابا ولله الحمد وشكرا. عندنا مشكل كيجمعوا لنا لاكارطاس هاهما لاكارطاس كيجمعوا لنا لاكارطاس كيجمعوا لنا لاكارطاس كيعملوا بهم ما بغاو هما اصلاحات هي باقا كما هي. شوف عندنا قوارص مغلوقين كل 15 يوم كيجيو كيصلحوا لنا بزاف يوميا خصنا نعيطوا لهم الماء ما كيخرجش من هنا كيخرج من هنايا كيخرج من النواحي هذه من رفاينا الدنيا كترجع الكراجات كيرجع لها عامر بالماء الماء كيخرج علينا كيدخل لنا المواحل ديالنا هاد الناس ما عرفناهمش شنو كيعملوا بهاد لاكارطا صحفوا لاكارطا ملي كيشبعوا منه كيصرا كيردوا لنا هما فين هما كيقولوا لنا جو نعدوا لكم قوادس نعدوا لكم هاد الزنقه هادي كامله مريبه قوادس ديالها مهرسين كاميونز كيدخلوا هنايا كينزلوا السلعه كيطرطقوا لنا قوادس كنبقاو حنايا مغولين هنا فهمتي ما كنجبروا شي الحل الحل واحد خصنا المسؤولين اللي مكلفين بهذا الشيء هذا يجيو يراقبوا يجيو يشوفوا الضو انت هنا كاتشوف مثلث هنا الا فوتي العشرة ديال الليل خصك تخاف خصك تخرج الدار ديالكم كامله تمشي تسخر معاك يسيبوا علينا الزبل هنايا خصنا يشوفوا لنا الحال اما يجيبوا لنا الطاروس يبقاو يجيو يهزوهم بالليل يجيو يسيبوهم في العشرة في 12 يجيو يهزوهم ومن هذا ما يبقاش يسيب الزبل في بيبان عباد الله الا كان يسيبوا في بيبان عباد الله يسيبوا في الباب ديالو يدخلوا موراهم هما يهزوهم من تما حنايا دابا كنضروا كاملين وكنطلبوا المسؤولين يساعدونا ويعاونونا هذا الشيء ماك حنايا كنعانيو من مشكل ديال الاسبال هنايا كيسيبوهم لنا في الليل في حيث كيجيو يجمعوهم حتى من 7 الصباح 8 الصباح كيكون ضربات فيهم قايله وكيطلقوا شروايح بالاضافه كيف ما قالوا الاخوان ديالي دابا عاد هاد المجارد الماء هاد الشيء هذا ما عندناش معوت مزيان فهمتي الا طاحت شي شاخ فيه فايده ولا سيقوا شي جوج ديال الناس كيتسخنق هاد الشيء هذا فهمت الحومه كامله كتبقى هواده بالماء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.